بروكولي والأصدقاء مستعدون لمشاركتكم المغامرات من جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتبدأ الحلقة الآن. جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحا لا يقل هذا الفرح بفرح العيد. هيا هيا هنا أن نلقى بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا ولا تبقى. هي مع من نمرح كل كل كل، مع من نفرح كل كل كل، مع من نمزح كل 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 كل، مع من نمرح كل كل كل، مع من نفرح كل كل كل، مع من نمزح كل 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 كل. أشعر بالبرد. كوكولي تعال لنلعب. لمن هذا؟ لا أعلم. يبدو أنك عثرت عليه في البحيرة، لذلك أنت مبلل. صحيح. أتمنى لو أنني أفوز مرة واحدة. أنا مستعدة، هيا ابدأ. من سيفوز؟ منطقيا كوكولي، لكن أشعر بأن الفوز حليفي هذه المرة. لأرى ماذا سيحدث إذا وضعته بيدي. كوكولي تعال صورني. ها؟ ماذا ستفعل؟ سأقفز، سأقفز في الهواء مثل ما كنت أتمنى. فعلتها، فعلتها، فعلتها. كانت قفزتي حقيقية وليست وهما. أخبرتك أن هذا السوار عجيب يا مينكي. أجل، فحين وضعته نجحت. تينكي، لماذا أخذته من يدي؟ ليس لك، عثرت عليه في البحيرة. لم أعثر عليه بسهولة، تكبدت العناء وابتللت بالماء. أنت هل ابتللتي؟ أعطني إياه مينكي. تعالي خذيه. أعطني السوار. لا لا، هذا سوار. إنه لي. بل لي. توقفي عن دغدغتي، لا أرجوك توقفي، توقفي تينكي. أعطني السوار وإلا فلن أتوقف عن دغدغتك. لا، لن أتخلى عنه بسهولة. سأضعها جانبا. ماذا تفعلان؟ نتشاجر على هذا السوار. لماذا؟ حين تتزين به ستتمكن من تحقيق آمالك كلها. كلامك لا يصدق. ستصدق الآن. هل أنت بخير؟ أنا بخير، اطمئن. جيد، لكن أين اختفى السوار؟ أجل، أين اختفى؟
أين اختفى؟ أين هو؟ أين السوار؟ أين هو؟ ما أجمله! هل أعطيتني السوار الذي في عجلتك؟ إن بريقه أخاذ. أنا أحذركم، إذا أخذتم السوار مني فسيحدث شيء خطير. جميعكم تريدون الشيء نفسه. لمن هذا السوار؟ ليس لأحد، كان في البحيرة. حسناً، قد يكون لي، سأخذه وأحاول بيعه. السوار لي، أعده. إياك، أنا الأولى به. أعطني إياه. أريد أن أتزين منه. لي. لا. أعطني إياه. أخذه كوكولي. حسناً، لا خجلة من نفسي. إلحقوا به بسرعة. لا، لا، السوار ليس لك، أعد. سأسترده منك. لا 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 لا، سارة معي، شكرا. تعالي. أخذته. لا، هذا ليس عدلا. أعتذر إليك، لن أكرر فعلتي. يجب علي أن أسرع. وجدتك. أين هو؟ أعطني إياه. لا تفعل. لا تفعل يا كوكولي. هيا أعطني إياه. أرجوك لا تفعل ذلك. لا. لما فعلت هذا؟ كنت سأغنى بثمنه. كان السوار يمدنا بالطاقة المطلوبة لفعل أي شيء. هل تقصدت الخسارة؟ الآن فهمت لماذا غمزتني. لكن قفزتي الرائعة حقيقية. أي إنك ساعدتني لأنجو من الطين. لا تحزن صديقي. أخبرنا، ما الذي حدث في الحقيقة؟ المهم أنني نجوت. قد كانت طاقة السوار وهماً بوهم. كان سواراً عادياً. كان بريقه أخاذاً. شكراً كوكولي، علمتنا درساً لن ننساه. شكراً، حرمتني من ثمن السوار. سأسعى إلى النجاح الحقيقي. ذقت طعم النجاح مرة، لذا سأسعى إليه دوماً. حسناً يا أصدقاء، لنفترق. ما الهدف من جعل البئر ضيقة جداً؟ جاءنا النهار الأمتع، فيه نلعب ونعيد، نهدي فرحاً لا يقل هذا الفرح بفرح العيد. هيا هيا هنا أن نلقى بوقت المرح يا رفقة، نبتهج نأكل سويا. شاهدتكم الحلقة، اشتركوا الآن في القناة ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات ليصل إليكم كل جديد.